شباط عيد شخص كتير مميز، شخص عن جد رفع اسم لبنان بالعالي، المخرجة اللبنانية العالمية نادين لباكي. هابي بيرثدي. ميرسي. ثانك يو. اليوم عيدك نادين. ايه اليوم عيدي مظبوط. حدا هيك عمل لك سيربريز ولا بعد؟ كل العائلة، كل تك عندي سيربريز كتير حلو. نادين، ما بخبرك قديش اجا كومنتس معايدات على الفويسبوك بيج على الفيسبوك، عن جد كتار. هيك سريعا، اسراء دي بتقلك هابي بيرثدي، باسم اوري، دافيد شقير، سيلفيا حاج، ايانا سكاي، نادين احمر، عايدة حمود، طارق حمدان، رنا شرف الدين، ديالا خضري، نادين أسمر، ماريان أبي سعد، كتار كتير يعني عن جد. وجه تحية للكل، ما حقدر أريهم كلهم لأنه عن جد كتير كتار، وأنت أكتر الأشخاص اللي أخذوا هالقد معايدات عن جد. أنا بسلم عليهم كتير وبقول لهم أنه ميرسي وبحبهم كتير، وعن جد يعني لما أسمع هيك إشياء ترجع بتسرق الشمس، لأنه أوقات يكون المورال واطي ويكون هيك واحد حاس حاله مش كل يوم مبسوط. بقى بشكرهم وان شاء الله ضلني هيك على يعني قد المسؤولية ان شاء الله. نعم. ليش نادين لبكي بدها تكون المورال واطية عندها من بعد هالنجاحات اللي حققتها، خاصة من بعد فيلم هلأ لوين والدعاية الحلوة اللي عم نشوفها على الشاشات؟ ما هيك شو، ما كل واحد بمرق بأوقات، لأنه خاصة أنه هلأ خلص الفيلم وهلأ عم أكيد عم سافر كتير مع الفيلم وفي تعب وفي صحيح. كل هالأشياء وقت ما حد بحس حاله على طول تعبين شوي، بس إنه تعب حلو مش تعب. أكيد ما فيني نشكر الله، أنا مبسوطة بكل شيء عم بيصير مع الفيلم ومعي ومع عائلتي وإن شاء الله كل يوم هيك. بس نادين، قديش خوفك هالنجاح الهائل لفيلم هلأ لوين لحتى عن جد تدرسي جديا الخطوة التالية من بعده، لأنه عن جد فيلم رائع بشهادة كتار كتار ومن بعد الجوائز الكتير مثل ما ذكرت حصل عليها الفيلم؟ هو أكيد مسؤولية كبيرة، ومشان هيك أكيد واحد لازم ياخد وقته ويعرف عن شو بده يحكي، لأنه صارت المسؤولية كبيرة، خاصة اللبنانية حملونا مسؤولية كبيرة لأنه مبسوطين بالفيلم كتير وكل ما حدا بيشوفنا بيقول لي يعني ناطرين الفيلم الجاي وأنه هن كتير فخورين انه انا من لبنان. يعني كل هيدا اكيد بتحملك مسؤولية كتير، بتحس انه الخطوة التانية لازم تكون مدروسة، لازم اعرف عن شو عم بحكي، وان شاء الله قدر يعني كفي بذات الخط ان شاء الله. من بعد هلأ لوين ما بعرف، مين بيعرف لوين؟ هلأ رح سافر كتير، هلأ رح على اسبانيا والمانيا وامريكا لانه الفيلم رح يطلع. ويعني تحضري لفيلم جديد؟ ايه ان شاء الله لما ارجع بالصيف كون عم بكتب الفيلم الجديد ان شاء الله. جود لك لك نادين لبكي، كلمة أخيرة على فويس بوك وصوت النجوم. ميرسي لأنه تذكرتوني بهالنهار وأنا بحبكم كتير، ويعني كل شيء عم بعمله صراحة يعني كل إنسان بيقول لي كلمة حلوة بيكون عم بيشجعني تكفي. وشو بدي اقول لك، ميرسي انك تذكرتوني، وانا بدي اقول لك هابي بيرثدي ومن نجاح لنجاح. ثانك يو ثانك يو لك نادين لبكي. ميرسي لك، باي باي.